هالشوبات الحلوين والكهرباء والمي المقطوعين. طلعنا على الهواء. حبينا اليوم نستضيف مع عالي وزير التربية طارق المجدي ليعطينا فكرة عامة عن العام الدراسي الجاي، لنخبر طلابنا المشردين على محطات البنزين ايمت بده يخلص التقنين ونرجع للتعليم. العام الدراسي بوقته مثل العادي. بس هيدي هي نظرتك. شو بالنسبة لوسائل النقل؟ احتمال الاول حمير، احتمال الثاني البغال، والاحتمال الثالث وهو الاهم على 11. كيف؟ على 11. فيك تعلي صوتك ليسمعونا طلابنا الأعزاء؟ على 11. طيب وشو بالنسبة للقرطاسية والدفعات والمصاريف؟ لا تهكلوا للهم، كرمال طلابنا الأعزاء عملت بنك شحطه وفيه أفرع بكل مناطق لبنان. شكل وزير التربية كتير متعاطف معكم يا طلاب. طيب طروقة، بالنسبة لكورونا شو بتحب تقول؟ كمامات ثم الكمامات ثم الكمامات ثم الكمامات. وبحب خبرك إنه نجاح الطلاب هو أكبر هم لإلي، لأنه عم بعطيهم عام الدراسة. ما في عام دراسة جاي. خلص قبل ما يبلش. ورفعنا كل الطلاب عشان